هلا دكتور، خير يا ريم. بس لو تعيد الكيس غلبك. طيب، مريض 45 سنة، أنت دكتورة مقيمة موجودة بالمستشفى، حكوا معك الطوارئ. بشكي من وجع ببطنه، فهسه أنت نزلتي على الطوارئ، بدك تبلشي تشتغلي مع المريض، إيش رح تبلشي؟ أول إشي باخد patient profile، اسمه وعمره وزي هيك. ممتاز. طيب أنا المريض، فبدك تبلشي تسألي فيه، تفضل. طيب شو اسمك؟ اسمي عبد الله. وعمرك؟ 45 سنة. شو اللي خلاك تيجي على ER على الطوارئ؟ وجع بطني. الوجع هاد قد ايه صار له؟ من يومين. وين بالضبط بطنك؟ يعني فوق يمين؟ من فوق. شو طبيعة الألم؟ يعني مغص أو ثابت الوجع. طيب بروح يعني لمكان معين ولا بضلوا بمكانه؟ بحس بضرب على الظهر. طيب سند، كمل عن ريم بعد إذنك. سند دكتور، من 1 لـ10 كيف؟ تقريبا 5 لـ6. ايش كمان تسأل؟ احنا بلشنا بالاناليسيز اوف بين السوكرات، صح؟ سألت عن السايت والاونست والكاركتر. ايش كمان؟ ايش الاشياء اللي بتزيد من الالم واللي بتخفف من بس اطمن لقدام بخف الوجع. طيب صار لهم 3 ايام، يعني الالم متواصل ولا بروح وبيجي؟ متواصل. ايش في؟ نبلش احنا بالاناليسز للبين. سالت الدكتوره قبل اول شيء عن السايت والاونست والكاركتر، بعدين على الراديشن، فوصلنا لعند الاجريفيتنج والريليفنج فاكتور، سال عنهم الدكتور سند، بعدين الاسوشيتد سيمتومز اخر شيء. فريمان بصير تحكينا عن الاسوشيتد سيمتومز، ايش ممكن تسالي؟ جمانة. نعم دكتور. Associated symptoms، إيش بدك تسألي عنهم؟ ممكن أسأل عن الـ bowel habit إذا تغير إشي؟ ما تغير إشي. ممتاز. إيش كمان؟ vomiting، إذا كان في vomiting. ممتاز. في نوزيا بس ما في vomiting. ممتاز. إيش كمان تسألي؟ أي تغير بالأكل، بالشهية، بالوزن؟ ما تغير الوزن، عادي. الشهية decreased appetite، ممتاز. إيش كمان ممكن نسأل؟ إذا كان في حالات أو وجع مشابه ظهر بالأيام السابقة، أو إذا كان في عنده التهاب. إذا في previous episode، أحسنتي. إيش في كمان؟ عاصم، تكمل عنها. نعم دكتور. نكمل عن الدكتورة. ايش بتحب تسأل كمان؟ بالاسوشيتد سيمتومز احنا لسه. حكينا في برحكينا vomiting. في joint pain؟ لا ما في. يعني joint pain هاي بالreview of system. بس احنا لسه بالابدومينال بين. بالابدومينال بين راح نركز على نوزيا، فوميتنج. نسال اي شيء اسوشيتد مع ماشي مع الديفرنشيال. يعني احنا الهيستوري اوف بريزنت إلنس والاسوشيتد سيمبتومز تو رول اوت اذر ديفرنشيال دايجنوستس. فاحنا بنسال عن اشياء ريليتد. فمثلا راح نسال عن
الفوميتينج في معاه بليدنج اور نوت، ما في حكينا ما في تشينج بالبول هابت، بس في عندنا ميوكس، في عندنا بلود مع الستول، بريفيوس اتاك زي ما سالت الدكتوره. ايش في كمان نقاط تقدر تسال عنها؟ طيب دكتوره رنا، لحد هاي النقطة إيش الديفرنشيال دياجنوسيز اللي بتقدر تعطينا إياه للحالة هاي؟ إيش الأشياء اللي خطرت ببالك لهسه ممكن تكون بالديفرنشيال؟ رنا مش موجودة. طيب ريمان، ليديا، غيداء. نعم دكتور. احكي لنا ديفرنشيال. دكتور ديفرنشيال ولا بكمل على الأسئلة؟ إذا في إشي ببالك احكي بالأسئلة وبعدين. مثلا دكتور أسأل إذا في فيفر. ممتاز، ما كان في فيفر عند هذا المريض. طيب بيأثر على التنفس؟ يعني هل في تنفس زي ما هو ولا بيأثر على التنفس؟ في صار في شورتنس اوف بريث، بس مش يعني من بدايه الالم كان في شورتنس اوف بريث، بس جديد يعني اليوم صار، يعني البين من يومين بس الشورتنس اوف بريث بس اليوم صار. طيب اثر على النوم شورتنس اوف بريث؟ لا لا، يعني بتنام على البين مستوى اعلى ولا؟ لا لا لا، انت بتفكري بالبلمونري ايديما. ممتاز، يعني الفكرة صحيحة، بس ما في يعني ما في signs of pulmonary edema. والأهم من pulmonary edema pleural effusion إحنا بنفكر فيها مرضى الأبدومينال بين. ليش هسه رح نجيها لقدام شوي. طيب خلصنا إحنا يعني الهيستوري، لسه في عنا الهيستوري في present illness، في أشياء إيش ممكن نسأل عنها؟ في أحد بيعرف نسأل عن الهابت، عن smoking والكحول. الكحول الاسوشيشن مع الفود، انه الوجع بيزيد مع الاكل او بخف مع الاكل، ايش بفرق معنا هذا الموضوع؟ بيبتيك السر بالديفرنشال. تمام، ايش البيبتيك السر؟ ايش في عندنا الجاستريك السر والديودينال السر؟ الجاستريك السر بيزيد مع الاكل، بيزيد مع الاكل الجاستريك. الديودينال بالعكس. طيب كمان بالديفرنشال ايش في عندنا؟ الكوليسيستايتس، الأكيوت كوليسيستايتس والبيليري كوليك، بزيد ولا بخف مع الأكل؟ بزيد مع الفاتي. بزيد مع الأكل. ممتاز. والبنكرياتايتس بتزيد ولا بتخف؟ بزيد. بزيد مع البين، بزيد مع الفود، فكلياتهم بزيدوا ما عدا الديودينال ألسر بتخف ريليفد باي فود. اوكي طيب هسه ايش بدنا نسوي؟ نوصل خلصنا من الهيستوري، نيجي على الاكزامينيشن. بالاكزامينيشن مين بيعرف كونه ما في حدا غير اثنين ثلاثه الموجودين اللي بحب يستفيد؟ يعني يتفضل دكتور قضاء، بس بدي اسال الاسوسيشن مع الاكزيرشن مع اكسرسايز، الحركه كيف؟ في كف؟ ما في كف. في شورتنس اوف بريث صار اليوم بس، يعني من يومين الوجع موجود بس الشورتنس اوف بريث بس اليوم صار. ما طيب. كانت ما في كاردياك ديزيز، ما في اي بريفيوس هيستوري اوف كاردياك ديزيز. المريض نوت سموكر. ايش حاب كمان تعرف؟ بس بدي شورتنس اوف بريث لازم اسوي له اناليسيس، فلازم اشوف الجريدنج تاع شورتنس اوف بريث، هل هو يكون لما يكون قاعد ولا لما بيتحرك، كيف حركته يعني مدى حركته وبعدين بيتحرك. فاهم عليك، بس انا الفكره اللي بدي اوصلها من الهيستوري هاي مو كاردياك كوز. تمام، انه نوت كاردياك كوز، مشان اريحك يعني من هذا هاي الاسئله كونه احنا يعني بالموضوع مواضيع الجراحه. طيب كديفرنشيال دياجنوستس للابيجاستريك ابدومينال بين، ايش بنقدر نحكي عنهم؟ الموست كومون بيبتيك السر ديزيز، البيلياري كوليك، أكيوت كوليسيستايز، أو خلينا نلخصهم بالبيلياري ديزيز إن جنرال، البنكرياتايتس، أكيوت بنكرياتايتس، إيش في كمان؟ الليفر أبسس، البرفوريت الديو،
الجاستريك تيومر يعني الديفرنشال دياجنوستس فيري وايد. بس بدي اسال سؤال، ليش كلهم هذول الاورجان كانوا بيشتركوا بجاستريك ابدومينال بين؟ مين بعرف؟ الامبريولوجيك اوريجين ميدجت، انه ميدجت كلهم كلياتهم ميدجت الفورجت فورجت ميدجت. من وين بيجي؟ من عند الامبول اوف باتل ديدينام سكند بارت اوف ديدينام هي من عند الامبول. نعم ما فهم الدكتور. الدكتور وين بنتهي بالضبط؟ هو عند ال اوكي الفور جات هي من الايزوفيجاس لا السكند بارت اوف ديودين لا الميد جات. الميد جات لعند ال 2/3 اوف ترانسفيرس كولون. اخر شيء الهايند جات. هذول النيرف سبلاي للفور جات اللي هي السيلياك نيرف كلياتها شير سبلاي كل هاي الاورجان اللي حكيناها عشان كلهم بيجوا بجاستريك ابدومينال بين. تمام. طيب هسا نوصل نيجي على الاكزامينيشن. دكتوره مجد موجوده ولا بس فاتحه هيك؟ ريم مين بيقدر يحكي لنا عن الاكزامينيشن؟ دكتور بس قبل الاكزام ممكن تفضل. الفورجت والهايند جت وين البين يعني بالعاده؟ الابيجاستريك بين بعدين البيري امبلايكال بين والسوبرا بيوبيك بين. مشان هيك الابندكس كلكم بتعرفوا الابندكس اكيد. الابنديسايتس وين بيجي البين اول ما يبلش؟ بيكون بيري امبلايكال. ليش؟ لانها هي من الميدجت. الميدجت كلهم بيجوا لحد ما تصير طبعا البريتونايتس وبتصير شيفتنج البين للرايت اليك فوسا. وكذلك الدايفرتيكولايتس بالبدايه بتيجي بالسوبرا بيوبيك بين بعدين شيفتنج للليفت اليك فوسا. نفس المبدا. طيب نيجي على الاكزامينيشن مشان ما نستغل الوقت. بالاكزامينيشن احنا دائما نبلش في جنرال اكزامينيشن وبعدين سبيسيفيك ابدومينال اكزامينيشن. بالجنرال اكزامينيشن سند ايش بنقدر نحكي عنهم؟ منبلش انسبكشن داز هي لوك ويل اور ايل. ممتاز. هي لوكس ويل للبيشنت. نطلع على الفايتال ساين، نشوف الجوندس، نشوف البالور. ايش في كمان اشياء ممكن نشوف؟ اذا في زنثيمات يعني او زنثلازمه. اوكي ليش هاي بتشوفها؟ بنشوف لو عنده كوليسترول زيادة ممكن تدل على هايبرليبيديميا. هايبرليبيديميا ممتاز. طيب كجنرال اكزامينيشن انا بدي بس اركز على الفايتال ساين. الفايتال ساين المريض هذا كان حرارته 37.5، تكي كارديا 95، والبلد بريشر نورمال. تمام. نيجي على الابدومينال اكزامينيشن سبيسيفيك ابدومينال اكزامينيشن. هذا اللي نركز عليه شوي. اللي بنبلش بالانسبكشن. بالانسبكشن مين بعرف ايش ممكن نشوف بهذا الديفرنشيال مشان ترول اوت ديفرنشيال دياجنوستس؟ ايش اهم شيء راح نشوفه بالانسبكشن؟ دور فيها هذول الساينز تاعت البنكرياتايتس الجراي تيرنر والكولينز. تمام. طيب ايش كمان ممكن نشوف غيرهم؟ اهم من اي سويلينج دكتور؟ شوف اذا في سويلينج، اذا في ابدومينال ديستنشن. ليش تشوف اذا في او سكارز ممكن؟ احنا الدياجنوستس ماشي مع بنكرياتايتس، اكيد كلياتكم وصلتوا لهاي الفكره. تمام. فاحنا قاعدين نشوف ايش الاشياء الماشي مع البنكرياتايتس. صح. في حد عنده اعتراض على الهيستوري انه ماشي مع بنكرياتايتس؟ طيب دكتور طب ليش ما حكينا مثلا جولد ستونز؟ لانه اصلا الجولد ستونز بتسوي البنكرياتايتس ونفس الشيء بيروح للبنكرياتايتس. طبعا سألنا على البيجاستريك بين وحكينا انه البيلياري كوليك يعني الجولد بلادر ستون ممكن تكون اسيمبتوماتيك وممكن تكون سيمبتوماتيك. اذا كانت سيمبتوماتيك راح تيجي موستلي بالبيجاستريك ابدومينال بين.
تمام. هسه انت كيف وسالنا عن الاسوشيشن مع الفود انكريز مع الفود، فماشي انه البين يكون بيليري كوليت. بريفيوس اتاك ممكن تكون بريفيوس اتاك البنكرياتايتس وممكن ما تكون ببريفيوس اتاك، يعني ممكن يجي المريض عنده هيستوري اوف بيليري كوليت ويجي بعدين البنكرياتايتس، ممكن يجي بنكرياتايتس دايجنوزد البيليري كوليت البيليري ستون من البنكرياتايتس، يعني على الجهتين السيناريو ممكن يزبط. احنا اخترنا السيناريو الموست كومون، انا اعطيتكم كيس تقريبا كل يوم بنشوفها بالطوارئ، هاي اللي هي بهاي البكشر، مريض اول مره بيجي على الطوارئ بهاي البكشر، حتى انه بس يعني تكونوا انتم زي كانكم مداومين بالمستشفى وشايفين مريض ريل بيشنت يعني عندنا هون. وهذا المريض اللي حكيت لكم عنه هو فعلا مريض موجود عندنا هون بالقسم، يعني مش انه يعني نفس المعلومات اللي على المريض بحكي لكم اياها. طيب الابدومين بالانسبكشن في الدكتوره حكت تشوف اذا في ابدومينال ديستنشن بالانسبكشن، وكيف ليش بنشوف الابدومينال ديستنشن مرضى البنكرياتايتس؟ في حدا بيعرف؟ ابسس اللي ممكن يصير ايه ايلياس ممكن ايلياس بالضبط، ممكن تصير باراليتيك إيلياس وبصير في عندهم كت اوف ساين على الترانسفيرس كولون على السايت اوف بنكرياس. طيب بالانسبكشن ايش كمان اشياء ممكن نشوف؟ اذا الابدومين موف وذ ريسبيريشن. طيب هذا ايش راح نستفيد منه؟ اذا في ممكن اذا في اوبستراكشن اوبشن مرضى البيرتونايتس، يعني تقول اوت ترول اوت اذر ديفرنشال زي البيرفوريتد ديو او ال perforated viscous بشكل عام، الريجيد ابدومن اللي هم مرضى البريتونايتس الجنرالايزد بريتونايتس ما بيكون في عندهم موفمنت مع الريسبيريشن. ممتاز. ايش في كمان بالانسبكشن؟ حكينا الكولينز والجريت تيرنر. دكتور اذا كان كثير سيفير البنكرياتايتس الانفلاميشن ويصير فيه بس بيطلع من التيل اوف بانكرياس لللنجز ممكن ولا اللي حواليها حتى بس ممكن لللنجز، ويكون في جاردينج مع يعني شورتس اوف بريث من الوجع. بالضبط. هسه البين نفسه مشان هيك انا شورتنس اوف بريث ركزنا على هذا الموضوع. هسه في كونك فتحت الموضوع احكي لكم عنهم بسرعه. الشورتنس اوف بريث ريليتد لتو ثينجز، الاولى البين زي ما حكى الدكتور 100% لو ريليتد للبين فبصير عندهم شورتنس اوف بريث. الشغله الثانيه بصير عندهم بلورال افيوجن، بلورال افيوجن از ا كومبليكيشن اوف بنكرياتايتس، تعمل بنكرياتيك وبلورال فيستولا وتعمل بلورال افيوجن، وهاي بتعمل يعني واحده من الاشياء بتعمل الاسسمنت للسيفيريتي اوف بنكرياتايتس، انه اذا اجى بلورال افيوجن بتكون سيبير كيس. تمام. فهذول الشغلتين هم ريليتد للشورتنس اوف بريث. تمام. طيب اوكي نيجي على البالبيشن بعد الانسبكشن. البالبيشن ايش راح على الاكزامينيشن شو بتتوقعوا نشوف بمريض البنكرياتايتس؟ تندرنس، راح يكون في تندرنس او شيء لازم نسمع. ممتاز. احنا انتوا بتعرفوا الاكزامينيشن كله يعني راح يكون في جاردن البوزيتيف. اوكي جاردن إذا في بريتونايتس. ممتاز. بعدين فينا البركشن، بركشن ممكن يكون تيمبانيك أبدومن من الديستينشن وممكن ما يكون. والشغل الأخير الأوسكالتيشن برضو نفس الإشي إذا في باراليتيك إيلياس أورنا كريليشن بس للبنكرياتايتس. طيب نيجي على الانفستيجيشن. دكتور بعد إذا بس اجمالا بيجي ديكريست باول ساوند في البنكرياتايتس صح؟ ديكريز الباول ساوند زي ما حكيت زي ما تفضلت انه بيجوا باب ايليا صداع للمرضى. تمام. طيب كانفستيجيشن احنا المريض هسه هيك لسه هو بالطوارئ واحنا كل الشيء ماشي مع بنكرياتايتس، فايش ايش الفحوصات اللي هسه راح نطلب له اياها؟ يعني كل واحد يحكي لي الفحص وايش الفايندينج اللي بتتوقعوا تكون موجوده. السيرم بلاد ويست. نبلش من البيسك سي بي سي قبل اللايبز، احنا لسه تو كونفيرم الدياجنوسيس. هاي دبليو بي سي اس
هاي دبليو بي سي تمام، بي سي في موستلي بتكون نورمال. يعني الفايندينج، اهم فايندينج هي الوايت بي سي. نيجي على الكيدني فانكشن تيست، ايش بنشوف اهم شيء بالكيدني فانكشن تيست؟ دي شغلتين مين بعرفهم؟ الاي ال تي، لا احنا بنحكي عن الكيدني فانكشن تيست. كيدني اليوريا، ايش راح نشوف فيها؟ طيب احنا بنطلع على شغلتين، الكرياتينين، وهي يعني اليوريا انا حكيت لك اوكي لان هي بتعكس الكرياتينين يعني، فهي نفس الشيء. بس الكرياتينين اذا كان رايزنج، هذول المرضى بكون في عندهم ثيرد سبيس لوست، فبكون رايزنج بالكرياتينين. الشغله الثانيه الكالسيوم، الكالسيوم very important in pancreatitis. الكالسيوم ايش بيكون، مرتفع لو ولا هاي بالبنكرياتايتس؟ مين بعرف؟ دور لو. تفضل. دكتور ممكن يكون السبب دكتور الهايبر كالسيميا، ممكن تعمل بنكرياتايتس. هي ممتاز، والهايبوكالسيميا هي كوز complication of pancreatitis أو as a result of pancreatitis. ممتاز. إيش كمان ممكن نشوف؟ الصوديوم، إذا كان مريض dehydrated ممكن يكون hypernatremia حسب degree of dehydration. طيب بعد الكيمستري نيجي على الليبر فانكشن تيست. بالليبر فانكشن تيست إيش بنشوف؟ ممكن تكون complicated مع gallstones، ممكن لا، ممكن تكون complicated كمان مع obstructive jaundice، ممكن لا، فحسب بالضبط، حسب ال cause. كمان ال cause of pancreatitis مش بالضرورة يكون biliary، بس mostly عنا هي biliary. فممكن تشوف ال total bilirubin rising، ال ALT وال AST، ال alkaline phosphatase ممكن تكون associated مع obstructive jaundice or not، حسب كمان تكون يا اما انكريز او ديكريز. تمام. بعد الليفر فانكشن تيست ايش راح نسوي للمريض؟ هذا اميليز بنكرياتيك انزيمز. بنكرياتيك انزيم، ممتاز. هسه في عندنا الاميليز واللايباز، مين بيعرف شو الفرق بيناتهم؟ الاميليز يعني نيجاتيف او بوزيتيف، بس ما بيعطينا دلاله على قديش سيفير الاميليز. سبيسيفيك، ممتاز. نون سبيسيفيك اللي حكى نون سبيسيفيك، ممتاز. ونفس الشيء الدكتور اللي حكى انه هسه هي شورت هاف لايف، فهي عاده بتزيد باول 48 ساعه بعدين بتصير ديكريز. اللايبيز لا، الهاف لايف اكبر، فبتضلها 3 تو 5 دايز تعطينا انديكيشن. هسه اللايبيز هي مور سبيسيفيك، مور سبيسيفيك of diagnosis of pancreatitis. بس مشان يعني تكونوا بالصورة، اللايباز والأمايليز ما بيقدروا يشخصونا البنكرياتيتس 100%. احنا دائما نعتمد على الكلينيكال دياجنوسيس اهم من اللاب ريزلت. اللاب ريزلت بتعطي يكون تو كونفيرم وتو يعني بتساعدنا بس بالدياجنوسيس، بس مش هي ال الدياجنوسيس ما بيعتمد على الأمايليز. يعني المريض هذا كل الحكي اللي حكيناه عنه طلع الأمايليز نورمال، هل يعني انه مش بنكرياتايتس؟ مش شرط. لا ممكن اجى بكير. بالضبط، ممكن اجى بعد 48 ساعة فاجى نورمال. أوكي. تمام. طيب بعد الأمايليز واللايباز ايش نطلب للمريض؟ بلاد جلوكوز الترا ساوند. تمام. اول شيء نبلش بالبيسك ايميجنج، ابدو من الاكس راي. تشيست اكس راي، تشيست اكس راي ترول اوت لور لوب نيموني از ا ديفرنشال دايجنوستس، و تو ايفالويت اف ذير از بلورال افيوجن. بعد الابدومين الاكس راي نشوف، ممكن نشوف مالتيبل اير فلويد ليفل، ترول اوت الهولو فيسكس بيرفوريشن، ونشوف إذا في cut off sign اللي حكينا عنها اللي بتكون ممكن موجودة بالترانسفيرس كولون. بعدين نيجي على cut off sign. يعني ما بعرف
كات اوف ساين. ايش يعني كات اوف ساين؟ شو الكات اوف ساين اللي بنلاقيها فيها؟ هسه لما انت بتعرف عارف شو يعني كات اوف ساين ولا مش لا. عارف؟ لا لا والله. طيب هسه لما يصير في عندنا انتستاينال اوبستراكشن تمام، في اريا بيكون ديستال لهاي الاريا في عندنا كولابسد كولون، كولابسد البول صح، والبروكسيمال ايش راح تكون؟ دايليتد صح؟ صحيح واضحه هاي. أوه. هاي الاريا، هاي الاريا اللي جايه بعديها قبليها في عندنا دايليتيشن وبعديها كولابس، هاي اسمها كت اوف اريا. اللي بنشوفه على السي تي او على الايمجينج بشكل عام سواء اكس راي او سي تي نحكي عنه كت اوف ساين، اللي هي الاريا اللي بعديها كولابس وقبليها دايليتد تمام. تمام، وهي مش قبل اوبستراكشن باول دكتور، بتكون عند الترانسفيرس كولون صح؟ هسه بالبنكرياتايتس كسبيسيفيك بالبنكرياتايتس هذا الكت اوف ساين وين بيكون؟ بالعاده بالترانسفيرس كولون اذا كان موجود. طبعا مش كل المرضى رح يجوا بايلياس، بس اذا كان موجود بيكون على الترانسفيرس كولون. وضحت بعدين بعد الاكس راي نيجي على الالترا ساوند. الالترا ساوند ايش رح نشوف فيها دكتورة جمانة رنا؟ الصبايا ناموا، يعني ممكن يكون عنده تسارع بسبب الألم. ايه احنا بنحكي عن الالترا ساوند، بنحكي عن الالترا ساوند. شو بنشوف بالالترا ساوند لمريض البنكرياتايتس؟ ايش الاشياء اللي راح ندور عليها؟ كلهم حكيناهم احنا بس ترتيب افكار. الموست كومون كوز للبنكرياتايتس جول ستون. دكتور جول بلدر ستون، ممتاز دكتور اللي حكى جول بلدر ستون. اول شيء بندور عليه بالالترا ساوند نشوف اذا في جول بلدر ستون، هاي اهم نقطه. ونشوف بعدين اذا في اوبستركتيف جوندس، اذا في نطلع على السي بي دي الكومون بايل داكت اذا كان دايليتد اور نوت، بس الاهم شيء نشوف اذا في جول بلدر ستون. خلينا نحكي على الليفل اللي انتو ليفلكم يعني. بعدين بالبنكرياس ايش راح نشوف فيها؟ نشوف فات ستراندنج سويلينج دكتور، سويلينج وسويلينج، ممتاز اللي هي ساينز اوف بنكرياتايتس، ممتاز. طيب بعد الالتراساوند عشان كالسيفيكيشنز كمان، ايش هو؟ شوف كالسيفيكيشن في الالتراساوند، شوف كالسيفيكيشن، لانه كالسيفيكيشن بتسبب بنكرياتايتس بقوه. الكالسيفيكيشن بتسوي بنكرياتايتس، واصلا الهايبركالسيميا بهاي الطريقه بتعمل البنكرياتايتس. طيب بعدين بعد الالتراساوند ايش راح نطلب للمريض؟ السي تي سكان، يعني نحكي بالإيميجينج. السي تي سكان بالعادة هي not for diagnosis، هي to assessment of complication of pancreatitis. فمشان هيك ما إلها رول أول يوم أو يومين من البنكرياتايتس، بالعادة إحنا نطلبها بعد 48 ساعة for assessment of complication. تمام؟ في عنا الMRCP والERCP، في حدا بعرف شو الفرق بيناتهم؟ MRCP هي magnetic resonance، أما ERCP هي endoscopy، endoscopic retrograde. MRCP هي non-invasive، هي MRI يعني معنى آخر، هي MRI للبيلياري تري. إيش الأشياء اللي نستفيدها من MRCP بحالات البنكرياتايتس؟ طبعاً هي very useful بالبيلياري duct disease، بس احنا بدنا نحكي بس عن الموضوع البنكرياتايتس. ايش بنستفيد من الام ار سي بي؟ نستخدمها احنا بالان اكسبليند اور ريكرنت بنكرياتايتس، هذول سواء كان الكوز كوليدوكوليتياسيس او اذا كان في عندنا اذر كوزز زي البنكرياتيك ديفيزن، في رير كوزز للبنكرياتايتس. الاي ار سي بي برضه كمان بنستخدمها، هي diagnostic and therapeutic، diagnostic البنكرياتايتس للبيلياري داكت، وبرضه
كوز للبنكرياتايتس وبرضه مانجمنت للبنكرياتايتس. مين بيقدر يفسر لنا اياها؟ الاي ار سي بي دايجنوستيك، فهي لانها بتشخص لنا الجول بلادر ستون او الكومون بايل داكت ستون، تمام؟ فهي كومبليكيشن تاعتها ممكن بنكرياتايتس بالضبط، بتسوي كومبليكيشن تعمل بنكرياتايتس. وبرضه ثيرابي انترفنشنال هي كمان، يعني هي اندوسكوبي ممتاز، هي cause of pancreatitis وهي diagnostic and therapeutic للبنكرياتايتس. متى بنستخدم الـ ERCP بالـ acute pancreatitis؟ الـ acute pancreatitis إذا كانت associated with obstructive jaundice، إذا كان فيه association مع obstructive jaundice بنعمل، غير هيك ما بنعمل الـ ERCP. بس إذا كان فيه peritonitis ما بسوي صح؟ إذا كان في إيه؟ peritonitis ما بسوي ERCP. peritonitis؟ طبعاً لا، أكيد لا. أصل peritonitis أنت بتحكي عن إشي emergency. ما في وقت أسوي endoscopy. طبعاً أكيد، يعني هون rule of surgery، أنت بتحكي بس surgery يعني. طيب حس المريض خلصنا منه هاي كل الأشياء، فإحنا بدنا نقرر إن ندخله. فإذا بدنا ندخل المريض على المستشفى رح ندخله ICU ولا رح ندخله القسم العادي؟ على شو بدنا نعتمد؟ على الرانسونز كرايتيريا. الرانسونز كرايتيريا على في عنا بتنقسم لقسمين، على الأدمشن وبعد 48 ساعة، أكيد بتعرفوها كلكم صح؟ أخذتوا محاضرة البنكرياتايتس وبتعرفوا الرانسونز كرايتيريا. تعرفوا انه على الادمشن في عندنا 5 نقاط، وفي على الافتر 48 اورز في عندنا 6 نقاط بنجمعهم تعطينا المورتاليتي، الايج والوايت بي سي والبلد شوجر والاي اس تي والال دي اتش. هسه احنا في عندنا اسسمنت بالطوارئ للمريض، بتعتمد على الكليل على الفايتال ساين، اهم شيء بتعتمد اذا في بريزنس اوف بلورال افيوجن، وهذول الشغلتين اهم شيء بنقرر المريض ندخله اي سي يو ولا قسم. بعد ما ندخله بنحسب الرانسونز كرايتيريا بعد 48 ساعة. المانجمنت للبنكرياتايتس في عنا إذا كانت مايلد أو إذا كانت سيفير. في المانجمنت بشكل عام مين بيقدر يعطيني جواب هيك مختصر للبنكرياتايتس؟ يعني لو أجاك هذا السؤال بالأوسكي بامتحان الأوسكي وسألك الدكتور ايش المانجمنت للبنكرياتايتس؟ اول شيء ستابيلايزيشن اي في فلويدز وام بي او بالضبط. احنا هاي كلياتها كونزرفاتيف مانجمنت او سبورتيف مانجمنت، هي هاي الكلمه اللي بتندرج تحتيها اللي هي البدرس الان بي او يعني، واي في فلويد، الان جي تيوب اف ذير از نوزي اند فوميتنج، البين كيلر. البين كيلر ايش بنعطي بالعاده؟ مين بعرف؟ أوبيويد. أوكي إيش ممكن نعطي؟ ممكن نعطي بثيدين. الفكرة اللي بدي أوصل لكم إياها إنه إحنا المورفين ما بنعطيه بحالات البنكرياتايتس. تعرفوا ليش؟ لما بتعمل كونتراكشن بالسبينتر أوف أودي، فبتزيد الريسك أوف بنكرياتايتس، بتزيد البين. بدل ما تخفف البين راح تزيد البين والبنكرياتايتس. المورفين، أفويد المورفين بالبنكرياتايتس. طب الأكسجين بعدين، طبعاً الأكسجين حسب سبورت يعني إن كيس إذا كان في شورتنس أوف بريث أو هايبوكسيا. إيش كمان؟ مين بعرف إيش ممكن نعطيهم المرضى هذول؟ الأنتيبيوتيك ولا ما بنعطيهم؟ طيب هسه برود سبيكترم انتيبيوتيك بالمايل يعني في عليه حكي كثير. الانتيبيوتيك اذا فيفر او ما في فيفر هو عاده بحكي لك، اذا كان في فيفر او اليفيشن بالوايت بي سي بنعطي، اذا ما كان ما بنعطي وما في رول الا بالمر نهائيا للانتيبيوتيك. اذا كانت افبرايل المريض وكان الوايت بي سي نورمال، في عليها ديبات كثير يعني. فانت رحت هو الاساس بكون كلينيكالي، فمثلا انا لو شفت في انه في باس اكوميليشن ابسس مثلا وطلع لبرا سوى ايليس، معناها انه في باس كثير، معناها انه في انفكشن. اصل الكومبليكيشن بنمشي احنا
انتي بايوتيك، بس انا بحكي عن الاكيوت بنكرياتايت، السمبل اكيوت بنكرياتايت. في عليها حكي كثير، يعني احنا هون بالخدمات في عنا المستشارين، في مستشارين عنا بيحكوا لا لازم نعطيهم، في مستشارين بيحكوا لا ما لازم نعطيهم، ف يعني في عليها حكي كثير حتى بيننا، فكل واحد بتصفي كلينيكال جادجمنت زي ما حكى الدكتور، انه في ناس بيعطوا في ناس ما بيعطوا، فانتوا رح تلتزموا باللي بيحكوا لكم اياه عندكم بال دكاترتكم اللي رح يجيبوا لكم اسئله يعني بالاخر. فالانتي بايوتيك زي ما حكينا. طب السيرجري، السيرجري احنا اذا كان الكوز الرول اوف سيرجري، اذا كان الكوز بيلياري بنكرياتايتس بالبيلياري. طب هسه بدي اسالكم سؤال، البنكرياتاي البيلياري الجول بلدر ستون كيف تعمل بنكرياتاي؟ في حدا بيعرف؟ دكتور السكريشن ساعه البنكرياس ما بتطلع لانه بتسد المخرج، فبصير في اوتو دايجستشن. ممتاز ممتاز. هي الفكره بدك اوبستراكشن، تعمل اكتيفيشن للانزيم، وبعدين هاي يعني كاسكيد طويل بيعمل الانترستيشيال انفلاميشن بروتيوليسيس وفات نيكروسيس، وممكن تسوي هيموريج، تسوي هيموريجيك بنكرياتايتس. كل الكوزز للبنكرياتايتس بيشتركوا بال انه في عندنا بصير اوبستراكشن واسينارسل انجري وبتعمل اسكيميا، واخر شيء يعني الاسينارسل انجري هي بتعمل اكتيفيشن للانزيمز وبتعمل الكاسكيد الطويل اللي حكينا عنه. شو في أدر كوز للبنكرياتايتس قبل ما نحكي عن السيرجري؟ البيلياري، إيش في كمان كوز للبنكرياتايتس؟ الكالسيوم من الكلاسيفيكيشنز، الكحول، الكحول صحيح بالضبط، هي الموست كومون جول ستونز، بعدين سكوربيان فينوم اللي هي الإيديوباثيك، التروما بتسوي بتسوي يعني وسكوربيان فينوم دكتور كمان سكوربيون. طيب مشان ERCB احنا هون بال يعني بمستشفياتنا الاكثر كوز بنشوفه هو الجولستون اكيد. الكوز اللي بنشوفه هون الهايبر ليبيديميا بنشوفه كثير، بنشوف ال عفوا الاوتو اميون بنكرياتايتس بنشوفها، الاي ار سي بي بنكرياتايتس بنشوفها، الكحول بالعاده بنشوفهم مع الكرونيك بنكرياتايتس، بس هي طبعا كوز من الاكيوت بنكرياتايتس. طيب السيرجري حكينا هي الموست كومن كوز جول نروح على السيرجري. سؤال هسه الهايبر ليبيديميا بتسبب بنكرياتايتس، والبنكرياتايتس بتسوي هايبر ليبيديميا مره ثانيه صح؟ صح، زي زي مبدا الكالسيوم حكينا، الكالسيوم هايبر كالسيوم هي كوز اوف بنكرياتايتس والهايبوكالسيوم، وهي بتعمل نفسها كونسيومينج للكالسيوم وبتعمل هايبوكالسيميا. بس في الليبيد هايبر ليبيديميا، نعم بس الليبيد هايبر ليبيديميا بتزيد الدهون مش بتنقصها. بتزيد. اوكي تمام. بالنسبه للسيرجري حكينا الرول اوف سيرجري هي الكوليسيستيكتومي. الكوليسيستيكتومي متى بنعملها العملية؟ هذا السؤال يعني بسألوه كثير الامتحانات، بحبوا هاي الإجابة يعني. فإحنا متى بنستخدم، متى بنعمل كوليسيستيكتومي؟ بس يصير المريض ستيبل دكتور. بالضبط، بس يصير ستيبل، بس في كلمة خلال يعني 6 أسابيع. لا مش خلال 6 أسابيع، هذيك الأكيوت كوليسيستايتس. مرضى البنكرياتايتس to do كوليسيستيكتومي after stabilization للpatient within same admission، نفس دخول المريض. يعني ما بتروح المريض من المستشفى، هاي الفكرة، ما بتروح المريض من المستشفى إلا لما يكون خفت أمور، يعني يكون عمل الكوليسيستيكتومي. تمام، فهي الفكرة إنه على same admission، ما تروح المريض على البيت إلا لما يكون عامل الكوليسيستيكتومي within same admission. دكتور اول شيء بنسوي ار سي بي يعني بعدين نعمل كوليسيستيكتومي؟ لا لا، البنكرياتايتس حكينا الرول اوف اي ار سي بي بنسويها بس اذا كانت اسوشييتد مع الاوبستراكتيف جوندس. متى كيف الاوبستراكتيف جوندس؟ يكون التوتال بيلروبين رايزنج و
والأمايليز رايزنج كبنكرياتايتس وبستركتيف جوندس. دكتور قصدك انه انا بس السيرجري حتى لو ما كان السبب جول ستون اوبستراكشن؟ لا لا احنا بنحكي اذا كان الكوز جول بنكر ستون هو العامل البنكرياتايتس فاحنا بنعمل سيرجري كوليسيستيكتومي نعملها على السيم ادمشن. هسه اذا كان الكوز ايه نسوي ار سي بي بدهم جول ستون يعني ار سي بي. لا لا دكتور اذا كانت بنكرياتايتس ومش عامل اوبستراكتيف جوندس بتسوي بس كوليسيستيكتومي ويذاوت اي ار سي بي. تمام تمام واضحه. ما بتعمل اي ار سي بي. الاي ار سي بي بتعملها اذا كان في اوبستراكتيف جوندس. ايش يعني في اوبستراكتيف جوندس؟ يعني في ستون كبير مسكر الكومون بايل داكت وعامل رايزنج للتوتال بيلروبين. فاحنا يعني انت لازم تكون فاهم السيرجري حتى تفهم انه احنا ليش ما بنسوي اي ار سي بي بالبنكرياتايتس وليش بنعمل اي ار سي بي بالاوبستراكتيف جوندس. احنا لما تعمل كوليسيستيكتومي ايش اللي وين احنا بنربط وين بنسوي الدايسكشن؟ تعرف على السيستيك داكت. على السيستيك داكت هسه البنكرياتايتس يوجوالي كوزد باي سمول ستون. تعمل اريتيشن للبنكرياتيك داكت وبتسوي بتعمل لها اوبستراكشن والكاسكيد اللي حكينا عنه. فالرول في ار سي بي ما في رول. الاوبستراكتيف جوندس بتكون الستون يوجوالي لارج وعامله يعني لودج بالكومون بايل داكت وعامل الاوبستراكشن. فلما احنا نقص من عند السيستيك داكت الستون ظلت ورانا ظلت موجوده ورانا. ف في نفس الحكي انه في ديبيت عليه انه تعمل اي ار سي بي بري اوب او بوست اوب. يعني هاي ادفانسد عليك وما راح ادخل فيها بصراحه. انه يا بتعمل اي ار سي بي وبعدين كوليسيستيكتومي او بتعمل كوليسيستيكتومي وبعدين اي ار سي بي. في لها كثير كرايتيريا كيف متى تسوي هاي ومتى تسوي هاي. بس هاي بالاوبستراكتيف جوندس مش بالبنكرياتايتس. بالبنكرياتايتس كوليسيستيكتومي اد ذا سيم ادمشن. تمام. بس بدي أسألكم سؤال. مين الأطباء اللي كانوا يجاوبوا معي هسا؟ أسماءهم بس. دكتور عندي سؤال إذا سمحت. تفضل. أنت إيش اسمك عفوا؟ أنا اسمي سيف العبادي. سيف أهلا دكتور. تفضل سأل. يا هلا دكتور. أسأل عن الكلينيكال بريزنتيشن. يعني لما كنا نسوي بلشانين في الكيس من الهيستوري تاعها بس الإبيغاستريك بين وبنكرياتايتس وزي هيك كيف بدي افرق بينه مثلا وبين الدي كي اي؟ الدي كي اي كمان بيجي بابدون البين والاشي بتكون طبعا بعرف انه اندوكراين والاكسكراين وفرق ما بينهم بس انه كبرزنتيشن هسه شوف الهيستوري والاكزامينيشن. احنا في عنا انا راح احكي لك المعلومه هاي بشكل عام بعدين اذا بدك ندخل فيها بالتفصيل اذا ضل معنا وقت. هسه بشكل عام احنا لما نحط ديفرنشال دياجنوستس وايد ديفرنشال دياجنوستس بيكون يعني مثلا بس يجيني المريض يحكي لي انا عندي ابدومينال بين فانا اول ديفرنشال دياجنوستس بتخطر ببالي اكثر من 100 شغله صح ولا لا؟ هسه هذول ال 100 شغله كل سؤال انا بساله ممكن استثني منهم اشياء. ممكن بعد ما اسال كل الهيستوري كامل يصفي عندي 10 اشياء. وعلى الانفستيجيشن احنا بنوصل لديجنوسيس. يعني هاي موجودة انه ما بنوصل ديجنوسيس بكون لسه في عنا ديبات بين كذا وكذا. دكتور دكتور ممكن اسأل؟ تفضل دكتور. كيف بسرعه انه بيرنوا علي المستشفى مش عارف ايش فيه. تفضل دكتور. كيف البنكرياتايتس بتسوي باراليتيك ايليس؟ الانفلاميشن يعني البنكرياس قريبه من الترانسفيرس كولون. الانفلاميشن والفلويد بيعمل اريتيشن وهذا الاريتيشن هو اللي بيعمل باراليتيك إيليس. نفس مبدأ شوف أي إنفلاميشن بتعمل باراليتيك إيليس. الأبنديسايتس ممكن تعمل باراليتيك إيليس.
كمان نفس الفكرة، يعني إذا أنت فاهم الأبندسايتس تعرف كيف البنكرياتايتس بتصير. بدي تعذروني بعد إذنكم. أنا اليوم سميني أنت سألت على اسمه خليل. اسمه خليل بس. في خليل وفي سند كمان. سند. في كمان يعني ناس مش في جمانة جاوبت في كثير يعني عديدين أنا هسه مش أتذكر. يا سيدي أنا عارف إنه الدنيا رمضان والواحد الكل تعبان أنا بصراحة كمان نفسي أنا تفاجأت امبارح بالمحاضرة حكيت للدكتور زميل كلي يا ودال الرابط والهاي يعني حكوا معي على 12 بالليل فشوية يعني هاي الشغلة سيئة بصراحة يعني إحنا المفروض إنه يعني الواحد يحضر حاله قبل بوقت على الأقل ما يكون مناوب والتليفون رن يمكن 30 مرة من لما بلشنا فلازم أروح أشوف. جزاك الله خير رمضانك مبارك الله يجزاك خير دكتور. يا هلا فيك ويعطيك العافية وإن شاء الله بموفقين وسامحونا على التأخير وعلى التقصير. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. هلا بالشكر. يعطيك العافية.